فاروق. كل التحية ليك يا كابتن اسلام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من جنوب افريقيا بالتحديد العاصمة الدبلوماسية بريتوريا، واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهة فريق سان داونز في اياب دور الثمانية لدوري ابطال افريقيا. خليني اقول لحضرتك كابتن اسلام، يعني كواليس اليوم وتفاصيل اليوم من النهاردة، يعني لعيبة النادي الاهلي تناولت وجبة الافطار في تمام الساعة 8:30 صباحا، ثم وجبة الغداء في تمام الساعة 11:30 ظهرا. يعني في الوقت اللي انا بكلم فيه حضرتك دلوقتي يا كابتن اسلام، لعيبه النادي الاهلي داخل المحاضره الفنيه، المحاضره الاخيره، وبعد لحظات هتوجه فريق النادي الاهلي الى استاد لوكاس موريبي لمواجهه فريق سان داونز. خليني برضو نتكلم على تناول وسائل الاعلام النهارده للاحداث اللقاء والحشد الجماهيري اللي بيتم من خلال وسائل الاعلام في جنوب افريقيا. يعني خرجت صحيفه بريتوريا نيوز النهارده بتصريح او بمقال في الصحيفه بعنوان بيتسو موسيماني ما بين الصعب والمستحيل. الصعب هو صعوبه اللقاء، والمستحيل اللي هو تكرار النتيجة أو فوز على النادي الأهلي في هنا في بريتوريا نظرا لقوة النادي الأهلي. وبيقولوا أن النادي الأهلي جاء إلى بريتوريا وجنوب أفريقيا بمدة كافية من أجل التأقلم على الأوضاع هنا في بريتوريا. خليني برضو نتكلم على توافد أفراد الجالية المصرية والعربية من كل مكان، أيضا لاعبي المنتخب المصري لألعاب القوى اللي بيعسكروا هنا من أجل أولمبياد طوكيو 2020، إيهاب عبد الرحمن وحسن عبد الواد متواجدين النهاردة لمؤازرة ودعم مساندة فريق النادي الاهلي. خلال لحظات هتوجه فريق النادي الاهلي الى استاد لوكاس موريبي. بطمنك يا كابتن اسلام، بطمن كل جماهير النادي الاهلي على الحاله الفنيه، على الحاله البدنيه، على الحاله الجاهزيه اللي عليها ال 20 لاعب. يتبقى فقط توفيق ربنا سبحانه وتعالى في هذا اللقاء، وان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قادرين تماما تماما باذن الله على احراز الفوز بمشيئه الله واقتناص تذكره المرور الى الدور نصف النهائي. تفضل كابتن اسلام، اليك الكلمه مره اخرى.